لو جبت شويه ملح وحطيتهم على سمكه بتنضفها ومفتوحه في الشمس، السمكه بتنشف وبيحصل لها عمليه تأديد، واحنا اتكلمنا عن القصه دي بتفصيل قبل كده في المحتوى بتاع سمكه البكالوريا. طيب لو جبت سمكه طازه وغسلتها ونشفتها كويس جدا وبعد كده حطيت في خياشمها ملح وكمرتها كويس، ايه اللي هيحصل؟ هل بتتعفن ولا بتتحلل ولا بيحصل لها حاجات كده زي قروح الفراش؟ بص، لو ملحت السمكه وقفلت عليها كويس جدا بيحصل لها عمليه اسمها التخمر، والسمك المتخمر في مصر معروف باسم الفسيخ. بس ايه التخمر ده اساسا وايه اللي بيحصل للسمكه بالظبط؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اهلا بكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفسيخ وعمليه تخمر السمكه وهو عباره عن ايه بالظبط. بس بمناسبه الحرب المستمره على غزه، خليني اطلب منك الدعاء ليهم وافكرك بالايه اللي بتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون. الفراعنه كانوا متقدمين علميا جدا وكانت دماغهم شغاله، ومن ضمن الحاجات اللي عملوها هو حفظ السمك بالملح، وكانت اسنا اول مدينه تعرف صناعه الفسيخ في التاريخ، ودخل الفسيخ في كل حاجه، في احتفالات عيد الشمو اللي هو شم النسيم دلوقتي، وفي نذور الالهه بتاعتهم. كان الفسيخ وقتها بيتعمل من سمكه قشر البياض. طبعا ثقافه تخمير السمك موجوده لحد دلوقتي وبتتعمل دلوقتي بشكل اساسي مع البوري، وطبعا مع حاجات تانية زي السردين والبساريه وكلب النيل. طيب لو انت عايز تعمل فسيخ في البيت هتعمل ايه؟ اول حاجه هتروح تجيب سمكه بوري، وخلي بالك بوري مش طبار، لان الطبار ممكن ينشف منك، وتكون مزارع مش بحر، لان سمك المزارع بيكون صايم قبل البيع بيوم فبتبقى بطنه فاضيه، اما سمك البحر بيكون بطنه راعيه وفيها حاجات، وتشتري من تاجر يكون امين بيتعامل مع مزرعه نظيفه بتاكل السمك عيش وعلف وكسر مكرونه. بلاش المزارع التعبانه اللي بتاكل السمك مخلفات حيوانيه، لان بعد التخمير بتبقى ريحته قذره جدا. واخر حاجه تاخد بالك منها ان السمكه تكون طازه جدا جدا وخياشمها لسه حمرا فراوله، عشان تضمن ان هي هتتخمر صح من غير اثار جانبيه. طيب بعد ما تاخد السمك البوري الطازه من التاجر الامين هتعمل ايه؟ اول حاجه تغسل السمك كويس جدا عشان لو في طين في الخياشيم ولا حاجه، وتخلي بالك من القشور ما تقعش من السمك لان هي جزء من العمليه. بعد كده تعلق السمكه لمده 8 ساعات عشان تضمن ان هي نشفت تماما من الميه، ممكن الوقت ده يوصل في الشتاء ل 24 ساعه. بعد كده تحشي خياشمها ملح خشن، وبلاش ملح ناعم لان الملح ناعم معالج كيميائيا وممكن يعمل تفاعلات كيميائيه. بعد كده تقفل السمكه في استريتش وكياس كذا مره لحد ما تتاكد ان مفيش اي هواء داخلها تماما، لو دخل لها نفس هواء واحد خلاص كده باظت. بعد كده تحطه في علبه بعيده عن الشمس لمده 15 يوم لو في الصيف و30 يوم لو في الشتاء، وكل يومين تديله قلبه كده. طيب العمليه الطويله دي في اختيار السمكه وتحضيرها لو اتعملت غلط ايه اللي بيحصل بقى؟ ناخد عندك بقى 18 حاله وفاه سنه 91 في مصر، وحادث تسمم غذائي عمل ضجه كبيره جدا في كندا سنه 2012. فالفسيخ سمكه امنه تماما لو اتعملت صح، اي استهتار او استنصاح معناها يا تسمم ويا وفاه وربنا يحفظنا جميعا، زي اللي بيستنصح كده ويسلق السمكه ويملحها يومين ويقلب. طبعا ده قمه الخطوره لان عمليه التخمير لم تكتمل. طب لو انت اشتريت فسيخ وحسيت انك قلقان منه شويه، ايه الاجراء الاحترازي اللي ممكن تعمله؟ يعني حطه في الفريزر لمده يومين على الاقل، عشان ده بيموت حاجات كتيره جدا من الحاجات اللي هي ممكن تاذيك. طيب نرجع تاني لموضوعنا، في مدة 15 ل 30 يوم اللي احنا بنكمر الفسيخ فيهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي السمكة دي جوه منها في بكتيريا طيبة وبكتيريا شريرة، لو انت منعت الهواء عن السمكة تماما فالبكتيريا الطيبة هي اللي بتشتغل، بتعمل ايه بقى؟ بسرعة جدا تبدا تحول مواد عضوية لحمض اسمه اللاكتيك. الحمض ده بقى كل ما يزيد ويكتر مع وجود الملح اللي في السمكة بيقتل البكتيريا الشريرة. بعد كده تبدا البكتيريا النافعة دي تاكل جزء من الحمض اللاكتيك اللي هي انتجته اساسا، وتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون وكحول. طب ما ده نفس اللي بيحصل في عملية تخمير المخبوزات زي العيش مثلا، انك تحط الخميره جوه العجينه وتستنى ثاني اكسيد الكربون يطلع فالعجينه تنفش. لو مش بس المخبوزات ده، في حاجات كتيره جدا بناكلها متخمره زي منتجات الالبان، اللبن الرايب والزبادي والجبنه الفرنسيه. نرجع تاني لتخمر الفسيخ، عند درجه معينه هتلاقي الكيس اللي محطوط فيه الفسيخ ده ومكمور جواه اتنفخ شويه، بعد كده يبدا نشاط البكتيريا يقل والدنيا تهدى شويه. ما هو لازم النشاط هيقل والا هتاكل الفسيخ كله. يلا الف انا. طيب هو الفسيخ ده مغذي اساسا؟ اتعملت عليه ابحاث سنه 2015 والنتيجه كانت صادمه، تقريبا 20% منه بروتين ودي نسبه كبيره جدا، الدهون تقريبا 15% وده يخليه ذات قيمه غذائيه عاليه. لا مش بس كده، دي بقى اللي هتبقى صدمه بجد الصراحه، البكتيريا بتاعت التخمر دي بتحسن عمليه الهضم وبتنظم معدلات الحرق وبتعمل تراجع للسمنه. طبعا على مستوى العالم السمك المملح معروف، بس هل في منهم بياكلوا متخمر زينا؟ عندك الهند وكوريا واليابان والسويد والسودان كلهم ياكلوه زينا، غير ان انت هتلاقي محلات فسيخ في كل حته في العالم كله زي الامارات وايطاليا وكندا. خلاصه الفسيخ هو سمكه متخمره مش متعفنه ولا متحلله، امنه تماما لو تم اختيار السمكه صح وتم التعامل معها صح. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.